بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرتنا طلاب، تكمل المحاضرة السابقة وراح ناخذ بها بعض الأمثلة العملية حول لغة سي اللي أخذناها بآخر محاضرة، كان الدوال الرياضية. تعرفنا على بعض الدوال الرياضية وتعرفنا على كيفية تحويل المعادلات الرياضية إلى ما يكافئها في صيغة لغة سي بلس بلس، ثم مرينا على عملية أو كيفية إيجاد أسبقية تنفيذ العمليات الحسابية، وقلنا الأسبقية هي تبدي بالأقواس ثم إن وجدت يعني الأقواس، ثم الدوال الرياضية، بعدها الضرب والقسمة وباقي القسمة، ثم أخيرا الجمع والطرح. وهذه العمليات تبدأ من ابتداء من جهة اليسار إلى جهة اليمين. اليوم إن شاء الله راح نأخذ بعض الأمثلة، أيضا مجموعة من البرامج العملية. اليوم محاضرتنا تعتبر عملي، فاليوم كلها راح نأخذ برامج فيما يخص جمل الإدخال والإخراج وال المعادلات الحسابية. أيضا راح نأخذ بعض البرامج عليها. المثال الأول اللي راح نأخذه ونطبقه برمجيا راح أكتب لكم إياه هنا. هاي صيغة السؤال اللي هو write C++ program to read three integer numbers. عندنا نقرأ ثلاث أعداد. then استاذ نعم لا أخو استاذ بعد ما طالع ما طالعتنا الشاشة بس الأسماء استاذ طالع. نعم استاذ هسه تشوفوها؟ نعم استاذ تشوفوا هسه شاشة الوورد قدامكم؟ نعم استاذ واضح زين. وهسه شاشة لغة سي؟ نعم استاذ نعم استاذ نشوف اي هم واضحة. ماشي ماشي. قلنا اكتب برنامج بلغة سي بلس بلس ثم هنا يقرأ ثلاث أعداد صحيحة، ثم يحسب بين compute and print، يحسب ويطبع the summation يعني المجموع and average المعدل. السؤال واضح، مطلوب بإدخال أو قراءة ثلاثة أعداد صحيحة، ثم حساب يعني فيما بعد القراءة، ثم حساب وطباعة المجموع والمعدل لهذه الأعداد. زين، هذا هو السؤال. نجي عندنا ثلاث أعداد. طبعا البرنامج قلنا نبدي برمز المعالج المسبق، ثم انكلود يتضمن او يشمل هذا البرنامج مكتبة الإدخال والإخراج،
ثم الدالة الرئيسية هنا الدالة الرئيسية، الدالة الرئيسية هذه بدايتها قوس الدالة الرئيسية. واضح هذه المنطقة شو نسميها؟ منطقة الإعلان عن المتغيرات والثوابت. إيش عندنا من متغيرات؟ هنا إذا تلاحظون هنا عندنا قلنا ثلاث أعداد من النوع الصحيح، ثلاث أعداد من النوع الصحيح. طبعا بالمناسبة يعني انتم هنا الصيغة أو الكتابة نقدر احنا نضيفها هنا، حتى نضيفها إذا تخلون قدامها العلامتين اللي تعني انه تعني ان هذه الجمع او الكتابه اللي كتبتها هي من نوع التعليق او الملاحظه، يعني لا تؤثر نهائيا على البرنامج. مجرد تبدي بعلامتي هاي دبل سلاش، فاي شيء تكتبه بعدها يعتبر من نوع الملاحظه او التعليق. او اذا اردنا نبدا بسلاش ثم نجمة ونكتب التعليق وننهي بنجمة ثم سلاش. واضح؟ يعني نقدر نكتب هنا التعليق فيما بينهم أو بس نبدي بدبل سلاش هنا. زين، هسه عندي شنو هو الموجود بالبرنامج هنا؟ عندي قلنا ثلاث أعداد، ثلاث أعداد قلنا من النوع الصحيح، هاي ثلاث أعداد راح أعلن عنها. من أقول من نوع صحيح انتجر، يعني هنا ثلاث أعداد ما أعرف لا أسماهم ولا قيمهم، أعرفهم فقط ثلاثة أعداد. إذن راح أختار أي أسماء لهذه المتغيرات، مثلا X Y Z، مثلا A U B C، مثلا N1 و N2 و N3. هذه النمبر 1 يعني نمبر 2 نمبر 3. تريدون تسميها A و B و C، تريد تسميها X Y Z مثل ما قلنا، تريد تسميها مثلاً Q P و Q R، أي تسميات كانت. تريد تكتبها كلمة كاملة يعني number one فارزة، number two فارزة، number three، أي تسمية لأسماء المتغيرات بحيث ما تكون من الكلمات المحجوزة. يعني مثل ما شرحنا سابقا ما يصير اسم متغير اسمه مين، مثل هاي الكلمة سميه متغير، او اي او ستريم تجي هنا تخليه كمتغير. واضح هاي الملاحظة؟ زين، عندي تسمعون الطلاب مو واضح؟ نعم استاذ. نعم نعم استاذ. قلنا الثلاثة اعداد او ثلاث متغيرات تمثل ثلاثة اعداد. زين، شو احتاج بعد اعلن عنه؟ شو احتاج من اعلان اعلن عنه هنا؟ اللي هو السميشن، المجموع، وعند الافرج المعدل، مجموع هذه الاعداد الثلاثة والمعدل. اذا المجموع نحتاج هنا هميا متغير ليكون سم، راح اسميه سم، فيسميه اس، هذا للمجموع. للمعدل راح اسم فد متغير اخر راح اضيفه اسمه اي بي. زين، هسه احد يسال يقول ليش هسه احنا اني هذه عندي ثلاث متغيرات هنا اللي مذكوره هنا. زين، لمن ضفت هذا المتغير الاخر اللي هو يمثل سم والاخر يمثل افريج؟ هنا من نحسب المجموع، هو المعدل شلون حصله هنا؟ المعدل حصله من مجموع القيم على عددها، يعني اجمع N1 العدد الاول ويا العدد الثاني ويا العدد الثالث ثم قسمهم على ثلاثه احصل على المعدل. اذا حتى نحصل على المعدل نحتاج مجموع، هذا هو يمثل المجموع. استاذ تعرف الطلاب جاي ينضمون. المجموع قلنا شلون نحصله؟
المجموع من حاصل جمع N1 N2 N3 راح نخليه في السر زين. هسه احنا شنو صار عندي؟ صار عندي 5 متغيرات، 3 الاعداد الثلاثة هذه اللي هي من النوع انتجر، هذا خليت نوع انتجر، 3 اعداد سميتهم N1 N2 N3، المجموع سميته sum، الافرج سميته AB، تقدر تسميه بس اي تسميه كامل زين. سؤال اخر هسه، اذا فرضا بالسؤال كان read 3 numbers، ما ذاكرين كلمه انتجر، يعني ما ذاكريها من النوع الصحيح، فايش نخلي من النوع هنا؟ اي نوع نخلي اذا ما ذاكرين النوع بالسؤال؟ انت حر بعد، يعني تقدير، هاي مساله تقديريه، يعني شلون؟ يعني اذا نحكي على اعداد فراح ممكن تخلي اعداد مثلا انتجر تخليها، او تخليها شورت، او تخليها دبل، او تخليها فلوت، يعني يا اما اعداد عشريه يا اما اعداد صحيحه. اذا كنا فرضا نحكي على عمر الطالب، عمر الطالب عمره بالسنين، فهنا راح نخلي اكيدا نخلي انتجر، لانه من نقول عمر الشخص ممكن يكون 20 30 هيك، فنخليه انتجر. اما اذا كنا نحكي على 3 اعداد راح ندخلهم عمليات لحساب مثلا الجذر التربيعي، لحساب مثلا على سبيل المثال بالمعادلات الرياضيه اللي هي الداله الاسيه الاكسبونشال ساين كوساين، فيفضل نستخدم اما فلوت او دبل، فهذه يقدرها المبرمج. إذا كان مذكور النوع مثل هذا السؤال مكتوب انتجر راح أخليه انتجر زين. هسه أعلنت عنهم الأعداد، الآن عندي 3 أعداد اللي هي راح يعتمد عليها الحل كله، مجموعها ومعدلها 3 أعداد. إيش قد قيمها 3 أعداد؟ مجهولة القيم، إيش قد قيمها ما معروفة. إذن هنا راح ندخل قيمها باستخدام جملة الإدخال CN N1 ثم N2 ثم N3، هذه عملية الإدخال. تلاحظون CN استخدمنا جملة الإدخال، هذا مؤثر الإدخال للمتغير الأول، ثم مؤثر الإدخال للمتغير الثاني، ومؤثر الإدخال للمتغير الثالث. ذن الثلاث أعداد بما أنه هي مجهولة أدخلناها باستخدام جملة إدخال CN، يعني بما معناه سيتم إدخال قيمهم عن طريق الكيبورد، عن طريق لوحة مفاتيح. الآن بما أنه أدخلنا هذه القيم يمكن حساب مجموعها، هذه يمكن حساب summation المجموع، نقدر نقول summation المجموع هنا مثل يا متغير مثل السم، إذا راح أقول السم يساوي N1 زائدا N2 زائدا N3. هسه حسبت بعد ما أدخلت القيم، بعد ما صارت معروفة، حسبت مجموع هذه القيم المتغيرات الثلاث وخصصتها لمتغير اسمه sum. حاليا مجموع هذه الثلاث أعداد أو مجموع قيم هذه الثلاث متغيرات موجود في sum، أريد أحصل على الأفرج، على المعدل AB. شلون أحصله؟ سم مقسوم على 3. إذن هنا حصلت على المعدل اللي هو مجموع هالقيم الثلاث تقسيم 3 راح أخذنا في متغير اسمه AB. حصلت الآن على المجموع وحصلت على المعدل، أقدر أطبع النتائج. شلون اطبع النتائج؟ باستخدام جملة الإخراج سي اوت، وهذا مؤثر الإخراج، أقدر أقول له هنا جملة توضيحية، أقول له سم يساوي، هاي راح تظهر قبل المجموع ثم المتغير اللي يمثل المجموع. زين. وأقدر أقول له انزل لسطر جديد حتى مرة ثانية نطبع المعدل. المعدل هو average يساوي
أو تقدر تختصرها بأي بي. أي بي يساوي هذه قلنا في التعليق يظهر قبل قيمة المعدل. قيمة المعدل موجودة في المتغير أي بي. الآن أصبح البرنامج كاملا حسب الخطوات اللي علمتكم إياها سابقا. حتى هنا نعد برنامج بلغة C++ أو أي لغة برمجة نحتاج إلى أولا الإعلان عن المتغيرات والثوابت هاي إن وجدت، ثم إدخال قيم المتغيرات مثل ما تلاحظون، إجراء العمليات الحسابية أو المنطقية أو الاثنين إذا موجودة. هذا هنا تلاحظون إنه حسبنا المجموع حسبنا المعدل، هاي عمليات حسابية. هاي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة اللي هو طباعة النتائج، هاي طباعة النتائج. أربع خطوات مهمة لإعداد برنامج بأي لغة برمجة، اللي هو قلنا شنو عيدها ركز عليها، هاي مهمة، اللي هي الإعلان عن المتغيرات والثوابت، ثانيا إدخال قيم المتغيرات، ثالثا إجراء العمليات الحسابية والمنطقية، ورابعا طباعة النتائج. راح نفذ هذا البرنامج. شوفوا أنا راح أعدل عليه هذا البرنامج إذا يحتاج تعديل. الآن نجي ننفذ هذا البرنامج. لاحظون هنا وقف المؤشر وطلب مني هنا، يعني مطلوب إدخال إيش كم قيمة؟ 3 قيم. إذا تلاحظون هنا ما ظهرت أي عبارة أو تعليق يقول لي إدخال القيم. إذا يفضل قبل جملة الإدخال نخلي الجملة يطلب بها إدخال 3 أعداد. بس إحنا بالتنفيذ بعد خلي ننفذها. مثلا الأعداد عندي 3 وسبيس نضغط على المسطرة، ثم مثلا 4 وسبيس و5. هاي 3 أعداد. أضغط الآن إنتر، طبع لي مجموعها 3 و4 7 و5 12 السم في سطر، ثم ينزل إلى سطر جديد ويطبع أي بي يساوي 4، يعني 12 تقسيم 3 هو 4. فهسه البرنامج جيد، بس ينقصه شنو؟ جملة توضيحية قبل إدخال قيم 3، لأنه هنا من يظهر بالتنفيذ ما نعرف شنو تعنيها، شنو المطلوب. يفضل هنا نذكر هذا المكان، نذكر في الجملة التوضيحية اللي هي مثلا انت 3 جار نمبرز، وتخلي وراها يساوي مثلا، او تخلي وراها نقطتين افضل همين، سد الدبل كوتيشن لان هاي سلسله رمزيه. اي سترينج، اي سلسله رمزيه نستخدمها يجب حصرها بين دبل كوتيشن. هذه اذا تلاحظون ضروري جدا ولا يعترض عليها على استخدامها. هاي هي سلسلة رمزية، هي عبارة يعني هنا ملاحظة تظهر لنا قبل الإدخال. خلي ننفذ ونشوف شنو الفرق لنا هسه بالحل أو بالتنفيذ. لاحظوا هسه ظهرت لنا جملة توضيحية قبل المؤشر هنا اللي هي انتر 3 انتجر نمبر، صارت اوضح مطلوب من عندي ادخال. انتر معناه ادخل 3 أعداد صحيح. راح ادخل 3 أعداد مثل هاي 6 و12 و14. لاحظوا 6 و12 18 و14 32 تقسيم 10 عفوا تقسيم 3 طلعت لنا 10 في 3 30. هنا الثنين ما اخذها، السبب لان يعني المفروض يطلع كسر، يعني 10 بوينت نقطة عشرية وبعدها الكسر. بس لكون احنا اعلنا عن المتغيرات من نوع انتجر فما راح ياخذ هنا البوينت، يعني ما تظهر البوينت في القيم الناتجة كون انه الاعداد اللي نتعامل وياها كل اعداد صحيحة بما فيها السم والافرج. طبعا هسه زين هسه اهدا احنا هذه مهمه، يعني اللي بعد البوينت
نحتاجها. ليش نخلي هو عبارة عن انتجر إذا كنا نحتاجها؟ لاحظوا شنو التغيير اللي راح أسويه هنا. الحد هذه أخليها كلها انتجر. أما الـ AV المعدل فراح أخليه على شكل float. لماذا؟ حتى يطلع إذا أكو بيها قيم عشرية، لأن المعدل دائما خاصة نتائج القسمة في أكثر الأحيان تظهر بها قيم كسرية. ففي حالة عندك عمليات قسمة يفضل أنه تستخدم متغير للنتائج من نوع float أو double. خلي ننفذ ونشوف شنو اللي يتغير. هنا العدد الأول، العدد الثاني، العدد الثالث. نطيت العدد الأول 6، العدد الثاني 12، العدد الثالث 15. نطيت space بيناتهم يعني فراغ، ثم enter. لاحظوا هسه هنا 33 الأعداد، 6 زائد 12 18 و 15 33، تقسيم 3 11. زين، راح نعطيها قيمة بحيث بيها كسر، مثلا 5 و 12 و 15. 5 و 12 و 15. إذن هنا حتى المجموع راح نخليه من ضمن الفلوت. المجموع اللي هو أيضا صار فلوت حتى تطلع لنا النتائج على شكل فلوت. نجربها. قلنا 5 و 12 و 15. لاحظوا هسه 5 و 12 17 و 15 32، تقسيم 3 يطلع هاي 10.6667. اذا هنا يعني قدرنا نحصل حتى على القيم الكسريه مجرد علنا المجموع والمعدل من نوع فلوت. من نوع فلوت يعني من نوع القيم العشرية. هنا من نوع القيم العشرية. الانتجر قلنا من نوع القيم الصحيحة. الآن قبل لا ننتقل من هذا السؤال البرمجي عيد شرحه، أنه بدينا البرنامج بجمل التعليق، وهاي الجمل يعني يسموها غير تنفيذية، أي لا تؤثر نهائياً على البرنامج، وجودها أو عدم وجودها كأنه ما موجود هنا. بس شنو فائدتها؟ فائدتها أنه تشرح لي فد عملية معينة حول البرنامج. لاحظوا هالثاني هذا الصيغة مع السؤال كلها كتبتها هنا مباشرة قبل السؤال. واضح؟ بداية البرنامج يعني من ينفذ هذه طبعاً ما راح يمر عليها. شنو يصير إذا هذه هسه رفعتها هنا؟ يعني لغيت الدبل سلاش، راح يعتبرها هنا جملة مو يعتبرها ملاحظة. الدليل عليها لاحظوا راح هنا انطاني خطأ، انطاني خطأ. إذن أرجع الدبل سلاش في شكلها راح يحوله إلى أو النمط حوله إلى مائل إيتاليك إذا تلاحظوا، للدلالة على أنه هي ملاحظة. فهذه يعني كأنه ما يشوفه هنا بالبرنامج، راح يبدأ البرنامج من هذه الجملة. عندنا الهاش اللي هي يبدأ بها أي برنامج بلغة سي، هاي رمز المعاجل المسبق، يتضمن مكتبة الإدخال والإخراج، ثم الدالة الرئيسية، بداية الدالة الرئيسية ونهاية الدالة الرئيسية. هنا المحتوى مال البرنامج يوضع فيما بينهم. تم الإعلان على المتغيرات، يمكن انه تخلي الاعلان باكثر من جمله. على سبيل المثال هاي الثلاث اعداد هي من النوع الصحيح، هذه من النوع الصحيح. عندنا السم والافرج خليتهم من نوع فلوت حتى تظهر
تظهر بهم القيم العشرية، ثم جملة توضيحية فقط تظهر قبل الإدخال اللي هي استخدمت بها جملة see out، جملة الطباعة. الجملة التوضيحية أو التعليق اللي يظهر قبل عملية الإدخال هو أدخل ثلاثة أعداد صحيحة، راح يوقف المؤشر بعد هذه النقطتين، يوقف المؤشر بعد النقطتين يطلب بإدخال ثلاثة أعداد صحيحة. حسبنا المجموع لهذه الأعداد بعد الإدخال وخزننا المجموع في المتغير سم. قيمة المتغير سم اللي هي تمثل المجموع قسمناه على ثلاثة حتى نحصل على الأفريج، على المعدل. نطبع الآن المجموع، هذا المجموع اللي راح نطبعه، وقبله فالتعليق أو ملاحظة يصير سم يساوي سم. إند لاين يعني تنزل إلى سطر جديد، تطبع بالسطر الجديد AB equal، هنا AB يساوي جملة أو التعليق يظهر قبل طباعة قيمة المعدل. قبل لا ننتقل منه أيضا في التنفيذ، هنا في التنفيذ إذا فرضا مطلوب من عندي مثلا ثلاث قيم، أدخلت القيمة الأولى ليكون هاي القيمة الأولى وما خلينا هنا الإدخال بنفس السطر، نزلت بالإنتر إلى سطر جديد، يعترض عليها؟ لا ما يعترض أيضا، بس شنو يبقى يطلب عندك القيم الأخرى، هاي القيمة الثانية مثلا سبعة، القيمة الثالثة مثلا أربعة. الآن استخرج المجموع اللي هو 14، 4 و 7 11 و 3 14 قسمهم على 3 طلع 4.6. هذا ما يخص المثال البرمجي الأول لنا. زين، هذا قلنا المثال الأول راح هنا راح خليه راح نحفظه سيف، راح نحفظه هنا كيو 1. زين اوكي، هسه نحفظ باسم كيو 1، هذا كيو 1. الان راح نبدي برنامج جديد. البرنامج الجديد شنو بي مطلوب؟ هاي ملاحظة اللي هو كيو 2. اكتب برنامج رايت سي بلس بلس بروجرام 2 كلاينت لإيجاد ان برنت لإيجاد وطباعة the result، the result of the result. أقدر أكمله في السطر اللي بعده، بس أيضا أبدي في هذه الدبل سلاش the result of the following equation. المعادلة التالية، شنو المعادلة؟ المعادلة هي مثلا C تساوي A زائد 2B مثلا 3A زائد 2B. إذا عندي معادلة مثل ما طلعتوها، استاذ بس نعم. على الاسماء انا كنت ما حاضرا يعني النت فصل يمي ماشي. استاذ انا همي كانت ما عندي كهرباء، دخلت قبل شويه.
زين هسه عندنا المعادله كانت سي تساوي 3 اي زائد 2 بي. هذه معادله رياضيه اريد احسب نتيجتها. عندي بيها ثلاث متغيرات، سي هي نتيجه للمعادله، وعندنا المتغير الاول اسمه اي، المتغير الثاني اسمه بي. زين هذا هسه شلون احسب نتيجه هذه المعادله باستخدام برنامج بلغه سي بلس بلس؟ طبعا اولا احنا هنا دائما نبدا ب هاش انكلود، ثم مكتبة الإدخال والإخراج IO stream dot h ثم void main. عندنا الدالة الرئيسية، نبدأ الدالة الرئيسية ب قوس بداية الدالة الرئيسية، وهذا المنطقة اللي واقف بها المؤشر هي منطقة الإعلان عن المتغيرات. عندنا هذه المعادلة، إذا نلاحظ شنو موجود من متغيرات في هذه المعادلة، عندنا موجود A وعندنا B وعندنا C. نجي نعلن عنهم هنا من نوع نقول الصحيح انتجر A و B و C. A و B و C. عملية الإعلان عن المتغيرات نلاحظ كل المتغيرات اللي تستخدم في برنامجنا منو هي؟ عندنا كلهم اللي هم موجودين هم اي وبي وسي. اعلنا عنهم انتجر بعدها فراغ ثم اي كوما بي كوما سي، وننهي الجمله فارزه منقوطه. هذه الخطوة الأولى من إعداد البرامج بإحدى لغات البرمجة، الإعلان هو الإعلان عن المتغيرات. الخطوة الثانية هو عملية إدخال قيم المتغيرات. نجي للمعادلة، من المتغيرات اللي قيمها مجهولة؟ عندنا الـ A وعندنا الـ B. باعتبار الـ C هو نتيجة، يعني إذا عرفنا قيمة الـ A وصارت معلومة والـ B صارت معلومة، نقدر نحسب ناتج المعادله هذه كلها، والنتيجه وين نخليها؟ في المتغير سي. اذا هنا المجهول هو الاي والبي. راح هنا نكتب فد تعليق او ملاحظه، نكتب بي انتر تو او انتر، نقدر نقول اي فارزه بي، ادخل قيم اي وبي، نكتب الكوتيشن. هاي جملة توضيحية، طبعا هاي الجملة ليست إجبارية، يعني إذا ما كتبتها أيضا يتنفذ البرنامج، لكن هي توضح ما هو أو ما هي المدخلات. المدخلات هي A و B، A و B. أدخلنا الآن استخدم حاليا، هذه مهمة جدا، هاي العملية مهمة جدا اللي هي عملية الإدخال، لابد منها حتى يتم إدخال قيم الـ A والـ B حتى نقدر نحصل على هذه المعادلة. بعد ما حصلنا على هذه المعادلة، بعد ما أدخلنا قيم الـ A والـ B، الآن نكتب المعادلة. المعادلة هي C تساوي 3 مضروبة في قيمة A زائدة 2 مضروبة في قيمة B فارزة مقبولة. الآن حصلنا على ناتج هذه المعادلة، الضرب هنا 3 في A في قيمة A اللي أدخلناها زائد 2 في قيمة B اللي أدخلناها. طبعا هاي حولنا المعادلة من معادلة رياضية إلى معادلة بصيغة C++، بصيغة لغة C++. النتيجة الآن مخزونة في المتغير C، نطبع النتيجة C out، وأيضا في التوضيح قبلها C يساوي و C.
انتهت الجملة نسد ال أو بعد انتهاء هذه الجملة انتهت الدالة الرئيسية. هنا راح نخلي قوس نهاية الدالة الرئيسية. الآن أعلنت عن المتغيرات، أدخلت قيم المتغيرات، هنا أجرينا العمليات الحسابية والمنطقية، هنا عندنا عمليات حسابية فقط بالسؤال، ثم طبعنا النتائج. خلينا ننفذ هذا عملية التنفيذ. لاحظوا هذا التعليق أو الملاحظة راح يظهر لنا هنا، يقول انتر اي و بي. تقدر تقول انتر تو نمبرز، عددين، انتر تو فاليوز، قيمتين. راح ندخل القيم يعني على سبيل المثال القيمة الأولى 4 سبيس، نضغط على المسطرة، ثم القيمة الثانية لتكن مثلا 5. أدخلت العددين، نضغط على مفتاح انتر، انطال نتيجة 22. شلون حصلها؟ 4 في 3 هاي 12، 4 في 3 12، زاد 2 في 5 10، 10 و 12 22، هاي 22. طبعا من ميزة المتغيرات انه انت تقدر في كل مرة تدخل قيم جديدة، يعني على سبيل المثال راح ادخل قيم أخرى لتكون 13 سبيس و 23. حسب المجموع أو القيمة الناتجة من المعادلة هي 85. ممكن الإدخال هنا بما أنه أنت أعلنت عنه هي من النوع الصحيح، فيمكن إدخال قيم حتى بالسالب، يعني أقدر أقول سالب 4 سبيس مسطرة وستة، الثانية صفر. شلون حصل على صفر؟ لاحظوا سالب 4 في 3 سالب 12، سالب 4 في 3 هسه الأي اللي هي القيمة الأولى، هاي مدخل أي وبي، سالب 4 تعود للأي، الستة تعود للبي، فهسه سالب 4 راح تنضرب في 3 تصير سالب 12، الستة تنضرب في 8 تصير موجب 12، هنا سالب 12 موجب 12 صفر النتيجة. ممكن ننفذها بشكل آخر ونطلع قيمتين سالبة، ممكن القيم الاثنين هم سالبة، يعني سالب 3 وسالب مثلا 4، النتيجة سالب 17 ماينس 17 اللي هي يعني ماينس 3 أو سالب 3 في 3 سالب 9، زائدا سالب 4 في 2 سالب 8، سالب 9 وسالب 8 سالب 17. زين السؤال هسه إذا أجيت ونفذت البرنامج والبرنامج قايل عالٍ على المتغيرات هي من النوع الصحيح انتجر، أجيت أدخلت قيم بها بوينت يعني 2.4 و سبيس مسطرة 1.7، شنو اللي يصير هنا؟ نعطي انتر. لاحظ هذه 2.4 و 1.7 هذه القيم غير معروفة صارت هنا مثل ما تلاحظون، يعني مو صحيح، فحتى النتيجة كانت غير صحيحة، بينما هنا المفروض هو هنا ننطي قيم يجب أن تكون من النوع الصحيح حتى نقدر نحصل على نتيجتها بشكل صحيح. هذا البرنامج الثاني هو أو السؤال الثاني هو لكتابة برنامج بلغة سي لإيجاد find معناه إيجاد and و print طباعة the result اللي هي النتيجة of the following equation نتيجة المعادلة الآتية. هاي المعادلة، هذه المعادلة إذن بالبداية أعلن عنها وثم أجرينا العمليات الأخرى. هذا Q2 اللي هو المثال الثاني، راح نحفظه، هاي مثل ما تلاحظون من فايل
ثم سيف راح نسميه كيو 2. السؤال الثاني حفظناه الآن بكيو 2، هاي كيو 2. نجي ناخذ برنامج آخر، برنامج ثالث. أحد عنده سؤال حول هذا البرنامج؟ طلاب أحد عنده سؤال؟ لا أستاذ. زين، ناخذ مثال ثالث أو برنامج ثالث، أيضا صيغة السؤال راح نكتبه على شكل تعليق. رايت سي بلس بلس Program to input لإدخال to integer numbers إدخال عددين بين find and ثم أوجد and print وأطبع the result of the following operations، ناتج العمليات الآتية. شنو هما العمليات؟ أولاً العملية الأولى addition اللي هي الجمع، ثانياً subtraction اللي هي الطرح، ثالثاً multiplication multiplication ورابعا division قسم. اذا اربع عمليات اريد احسبهن. لاحظوا العمليات. المطلوب بالسؤال كان اكتب برنامج بلغه هاي بلغه سي بلس بلس، يعني صار واضح انه هنا مطلوب كتابه برنامج. هنا قلت اكتب برنامج رايت ا بروجرام بيا لغه لغه سي بلس بلس. زين شنو المطلوب به؟ مطلوب به تو، لاحظ تو انبوت لادخال شنو؟ لادخال تو انتجر عددين صحيحين، تو انتجر نمبرز. نمبرز قلنا عددين اعداد، وانتجر صحيحه تو عددهم هنا اثنين. اذا مطلوب بالبدايه ادخال عددين صحيحين، بعد ذلك then ثم find أوجد and وأطبع print the result نتيجة of the following operations العمليات الآتية. شنو هي العمليات؟ أولا الجمع addition، ثانيا الطرح subtraction، ثالثا الضرب multiplication، ورابعا تعتبر جمل غير تنفيذية كونها تبدأ بالدبل كوتيشن اللي هو علامة تعليق. زين البرنامج دائما يبدأ برمز، هذا الرمز اللي هو الهاش include مكتبة الإخراج الإدخال والإخراج، مكتبة الإدخال أو قناة الإدخال والإخراج iostream.h هذا الملف الرئيسي، ثم الدالة الرئيسية وقوس بداية الدالة الرئيسية، قوس بداية الدالة الرئيسية هذه تكرر ويانا بالبرامج. لاحظوا هنا عندنا مطلوب بالبداية إدخال
ادخال عددين صحيحين. زين هسه عرفنا عدد الاعداد هنا ايش قد؟ اثنين. بس شنو اسماهم؟ ما موجود شو اسمه، ما موجوده بالسؤال اسماهم، ما معروف اسماهم. زين شنو قيمهم؟ ايضا مجهوله ما نعرفها. نعرف انه نوعها انتجر، راح اجي اخلي النوع انتجر. انتجر اسماهم ما موجوده، راح ليكن اي وبي، سميتهم اي وبي. واضح؟ زين هسه بقى اذا هنا ثم اوجد واطبع نتائج العمليات الاتية. اريد عمليه احسب عمليات الجمع. زين العمليات الجمع يعني اجمع اي وبي، يعني اي زائد بي. النتيجه وين اخليها؟ راح اخليها في، لازم في متغير جديد، خلي النتيجه الخاصه بعمليه الجمع في متغير جديد ليكن راح اسميه ار، صار كلمه اديشن ار. زين بيجي العمليه الثانيه الطرح. من اجرى عمليه الطرح على المتغير، على ذن العددين اي وبي، وحصلت على نتيجه الطرح يعني اي ناقصا بي، وين اخذ النتيجه؟ لازم متغير اخر ليكن اسمه سب، اختصار سبتراكشن، اختصار طرح. ثم اريد اجرى عمليه الضرب على هذه العددين يعني اي في بي. زين من اجريت عمليه الضرب اي في بي، النتيجه وين راح اخزنها؟ احتاج متغير جديد اخزن بي نتيجه الضرب ليكن اختصار multiplication. بعدها العمليه الرابعه اللي هي division، يعني عمليه القسمه، هذه تلاحظوها division، عمليه القسمه. ايضا راح اقسم اي على بي، النتيجه وين اخليها؟ احتاج متغير اخر ليكن div اسمه. هنا اعلنت وانهيت الجمله هنا وليس الصدر، الجمله اعلنت عن متغيرين يمثلون العددين اي وبي، ثم متغير اخر اسمه ات لعمليه اللي حاصل الجمع، متغير رابع اسمه سب لحاصل الطرح، طرح العددين، مل متغير خامس اسمه مل اللي هو لتخزين ناتج عملية الضرب، ثم دب لتخزين ناتج عملية القسمة. كل هاي العمليات الأربعة اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسمة تعتمد على هذا العددين اللي هم أي وبي. هسا سميناهم أي وبي لكن قيمهم ما زالت مجهولة، ما نعرف قيمهم مش قد. راح ندخل قيمهم باستخدام جملة الإدخال CN، CN أي ثم B. راح أدخل قيمة أي وقيمة B باستخدام جملة الإدخال CN. الآن صارت قيم أي و B معروفة، قيم أي و B معروفة، صارت اجرى عليها اول عمليه اللي هي الجمع. الجمع اخلي الناتج في متغير اسمه ار يساوي اي زائدا بي. اجريت عمليه الجمع، يعني جمعت اي وبي هاي العددين والنتيجه خصصتها المتغير اسمه ار. الان نجرى عمليه الطرح على العددين ونخزن النتيجه في متغير اسمه سب، سب يساوي اي ناقصا بي، وننهي الجمله. انهينا الجمله هنا مثل ما تلاحظون، سب يساوي اي ناقصا بي، حصلنا على ناتج الطرح. الان اجري عمليه الضرب وخزن النتيجه في متغير اخر اسمه مل، اختصار كلمه multiplication اللي هو الضرب. مل يساوي اي في بي، اي في بي. انتهينا من عمليه الضرب، نجي عمليه القسمه اللي هي يمثلها المتغير دب، راح اخزن به النتيجه. ماذا يساوي؟ يساوي اي تقسيم بي. لاحظوا اي تقسيم بي راح اخزنه في متغير اسمه دب. انتهيت من العمليات الاربعه.
الآن أطبع نتائج، أبدي بطباعة قيمة المجموع Cout جملة توضيحية يعني تشير للجمع آت يساوي والمتغير آت. يعني هنا أريدكم تميزون بيناتهم، هذا المتغير اللي راح تظهر قيمته العددية على الشاشة، أما هذا الآت فهو راح يظهر كتعليق يعني أو ملاحظة أو عنوان يظهر قبل القيمة، يعني فرضا قيمة المجموع فرضا 10، هنا راح يطلع 10 بدال، بس هنا يظهر لكم قبلها آت يساوي 10 إذا كانت مجموعهم 10. زين هنا ننزل بالمؤشر لا سطر جديد هندلاين حتى تنطبع قيمة الطرح في سطر جديد وليس في نفس السطر الخاص بالمجموع، جملة طباعة سي اوت وعندنا سب اختصار سبتراكشن يساوي ونخلي السب هنا المتغير سب، ايضا ننزل مؤشر الى سطر جديد فهم اند لاين يعني معناه انتهاء السطر والنزول الى سطر جديد، نطبع ناتج الضرب ملت يساوي ام يو ال، راح نطبع حاصل الضرب وايضا ننزل الى سطر جديد بعد عندنا القسمه، نطبع ناتج القسمه اللي هي دف يساوي ونتيجة في المتغير اسمه دف، بعد ما عدنا وراء القسمة نتيجة فما نحتاج نزول لسطر جديد، واضح؟ كلهم اللي قبله انزل لسطر جديد واطبع الطرح، انزل لسطر جديد واطبع الضرب، انزل لسطر جديد واطبع ناتج القسمة، بعد القسمة ما وراء عملية فما نحتاج ننزل لسطر جديد. هنا من انتهينا سد القوس الخاص بالدالة الرئيسية. زين هسه نريد نبدي التنفيذ. لاحظوا هنا أنا تركتها بدون جملة توضيحية حتى أيضا أركز على الفرق فيما بين. يعني هسه إذا أردنا تنفيذ شوف ما ظهر لنا أي تعليق أو ملاحظة يدل على شنو هنا المدخلات. وهذا ضعف في البرنامج يعتبر. إذا ضروري أنه يكون قبلها هنا جملة توضيحية، راح خلي الجملة التوضيحية تسبق جملة الإدخال. see out باستخدام جملة الطباعة بكتب الجملة التوضيحية. انتر. انتر. و هم. هسه صار واضح عندنا انه المطلوب ادخال انتر 2 انتجر نمبر، ادخل عددين يكون العددين الاول مثلا الاول 4 والثاني 6، الاول 4 والثاني 6 ادخلتهم بيناتهم سبيس بيناتهم مسافه بالضغط على المسطره، من انتهيت من ادخال العددين اضغط على مفتاح انتر، شنو اللي ظهر لي هنا؟ اولا الاد المجموع مال الاربعه والسته هو 10، نزل لا سطر جديد، طبع السب يعني الطرح 4 ناقصا 6 ناقصا 2 بالسالب، زين حاصل الضرب ملتبلاي او ملتبليكيشن 4 في 6 24، بما انه هي اعداد صحيحه فحاصل قسمة أي عدد على عدد أكبر منه دائما نتيجة صفر، يعني 4 لا يمكن تقسيمه على 6، 4 لا يمكن تقسيمه على 6، شوف النتيجة صفر، لو كان الأعداد عازلين عنها مو انتجر يعني اللي تكون مثل فلوت كان ظهر لنا هنا نتيجة بالبوينت، بس كونها أعلنا عنها أنه هي انتجر فالأربعة ما
نقسم على 6 أي عدد نقسم على عدد أكبر منه 4 تقسيم 6 4 تقسيم 7 4 تقسيم 5 4 تقسيم ألف كل النتيجة تصف. زين هسه عدنا على هذا السؤال عدنا مجموعة من الأسئلة أنا أسألها وأجاوبها لكم. يعني السؤال الأول مثلا هنا ليش خلينا كل متغير مختلف على الآخر؟ ليش ما نخلي متغير واحد هو نفسه للجمع للطرح للضرب للقسمة؟ يعني إذا خلينا مثلا هنا ليكون سي، خلي هنا هم سي هنا سي وهنا أيضا سي، شنو راح يصير هنا عندنا؟ راح يصير ناتج الجمع خليناه في المتغير سي، من جينا للطرح وناتج الطرح خليناه في خزناه في متغير او خصصناه المتغير هم اسمه سي، راح يتخزن اخر ناتج اللي هو ناتج الطرح، بينما راح هنا نفقد ناتج الجمع. اذا فقدنا الان ناتج عمليه وبقى ناتج العمليه الاخيره موجود في المتغير ليكن مثلا اسمه سي. هنا هم خلينا سي راح يصير حاصل الضرب بها، راح يتخزن حاصل ضرب اي في بي في المتغير سي. اذا راح تلغي النتائج اللي نتائج العمليات السابقه. وهكذا بالنسبه للعمليه الرابعه، اذا خلينا هم المتغير نفسه سي مثل ما افترضنا هنا سي وسي سي للجمع سي للطرح سي للضرب سي للقسمه، راح يتخزن ناتج العمليه الاخيره اللي هي عمليه القسمه ونتائج العمليات السابقه كلها تختفي، بحيث اذا طبعنا هنا طبعنا خلينا المتغير سي 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 كلها راح ينطبع بها ناتج اخر عمليه اللي هي القسمه. اذا شنو المطلوب؟ المطلوب انه كل عمليه تخزن في متغير مستقل عن الاخر حتى نحافظ على نتائج هذه العمليات. زين السؤال الثاني هسه لاحظتوا انه احنا ظهرت لنا النتيجة صفر عند قسمة 4 على 6 عند قسمة 4 على 6 ظهرت لنا النتيجة صفر. إذا نريد نتيجة بها بوينت شنو اللي راح نسوي؟ راح بس الدف الإعلان مالته راح نشيله من هذا السطر اللي هو الانتجر، راح نخليه في سطر آخر الإعلان يعني نعلن عنه بشكل مستقل على شكل فلوت أو دبل. راح ننزله هذا مثل هذا ننزله في سطر مستقل ونكتب float هذا الشكل. إذا أردنا القيم العددية اللي موجودة بعد البوينت، أما إذا أردنا القيم كلها صحيحة تظهر لنا نخلي فيها السطر ضمن الإعلان الخاص بالمتغير انتجر أو بالنوع انتجر، الإعلان الخاص بهذه المتغيرات من النوع انتجر. هذا ما يخص الـ equation أو الـ question عفوا question اللي هو الثالث. هنا راح أكتب Q3 اللي هو خاص بالمعادلات الرياضية الأربعة four equations. السؤال هو كان ادخل عددين ثم اوجد واطبع اوجد واطبع ناتج العمليات الأربعة اللي هو الجمع الطرح الضرب والقسمة. اذا احد عنده سؤال حول هذا البرنامج طريقة التنفيذ اما من هذه الأداة أو الأيقونة اللي موجودة في شريط الأدوات، إذا كانت متوقفة لسبب أو لآخر نقدر من ديباج ثم رن. هذه الطريقة الثانية، والطريقة الثالثة عن طريق الكيبورد عن طريق لوحة مفاتيح نقدر نستخدم المفتاحين كنترول مع F9 مع F9 كنترول مع F9 قلنا. الطريقة الثالثة هي للتنفيذ. واضح؟
إذا عندنا ثلاث طرق للتنفيذ. عندنا الآن أخذنا ثلاث أمثلة حول استخدام جمل الإدخال والإخراج، كيفية العمل على العمليات الحسابية. بس السؤال آخر يطرح نفسه هنا، إحنا هنا استخدمنا مكتبة الإدخال والإخراج، زين السؤال ليش ما استخدمنا مكتبة الماث الدوال الحسابية؟ هذا مثلا هذه المكتبة اللي هي math.h. هنا من يقدر يجاوب على هالسؤال؟ ليش ما خلينا بالبرنامج هاي المكتبة؟ ليش كانت ما موجودة واشتغل البرنامج بشكل صحيح؟ طلاب أحد يعرف الجواب؟ لا، لأن ما عندنا صيغة رياضية. أي ممتاز، ما عندنا أي دالة رياضية. مثل من الدوال الرياضية؟ هذا الساين والكوساين التاين. أي أحسنتي، ممتاز. يعني عندنا مثلا دالة ساين الكوساين، أو عندنا مثلا سكوير روت جذر التربيعي، عندنا على سبيل المثال الأوس. هسه الأوس أيضا هم راح أخذكم مثال أخير حول يعني الدوال الرياضية، هذا راح نخزنه قلنا في عند التخزين مرة ثانية. أنا هنا منطي اسم مثلا، راح نطي save as وقل له Q3، اسمه Q3. صار عندي هاي ثلاث برامج. البرنامج الآخر هسه إذا أريد على شكل معادلة، عندي Q4 رايت C++ تو فاين انت the area of the circle. اكتب برنامج، اكتب برنامج بلغة سي لإيجاد وطباعة مساحة الدائرة. مساحة الدائرة of the circle where حيث area of circle حيث مساحة الدائرة تساوي حيث مساحة الدائرة تساوي نصف القطر تربيع R في R في باي في النسبة الثابتة. نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة. هنا عندنا نصف القطر تربيع يعني مربع لمربع نصف القطر في الباي. الآن نبدأ البرنامج. نبدأ البرنامج ب مكتبة الإدخال والإخراج، نضمن مكتبة الإدخال والإخراج. الآن عندنا مربع، راح نستخدم الدالة الخاصة بالأس اللي هي اسمها باور. فبما أنه راح نستخدم الدالة الخاصة بالأس، راح نضمن برنامجنا مكتبة الدوال الحسابية. مكتبة الدوال الحسابية ثم الدالة الرئيسية void main. طبعا هي main هي الدالة الرئيسية، void يعني عدم إرجاع أي قيمة إلى الدالة الرئيسية. main هي اسم الدالة الرئيسية هذه، يعني مثل ما تلاحظون
وبعتها أقواس للدلالة على أنه هي دالة. الآن نبدأ عملية الإعلان عن المتغيرات الموجودة عندنا. عندنا المتغيرات اللي هي R من نوع راح نسميه float، من نوع float من نوع العدد الحقيقي مفرد الدقة. عندنا R وعندنا المساحة area، نسمي R يمثل نصف القطر والأريا المساحة اللي راح نحصلها من ناتج العملية. أما الباي فهو ثابت، الباي مثل ما معروف هو عبارة عن ثابت وليس متغير، راح نعلن عنه كونست. كونست ايش راح نسميه؟ باي قيمته 3.14. إذن اعلنا على الباي انه ثابت بينما المتغير هو نصف القطر. نقدر في كل مرة ننطي قيمة متغيرة لنصف القطر، ليكن بالبداية 2 مثلا ثم 5 ثم 6، إذا قيمة متغيرة هنا لنصف القطر. وبما أنه راح يتغير نصف القطر فأكيدا المساحة راح تتغير أيضا، هي إذا متغيرة تعتبر الأريا المساحة وليس ثابتة. من الثابت هنا عندنا هو الباي، هو النسبة الثابتة. زين، هسه نجي لإدخال قيم المتغيرات. عندنا المتغيرات فقط R على اعتبار الأريا هو النتيجة، ففقط R اللي هو الراديوس اللي هو نصف القطر. راح نكتب تعليق قبله أو جملة توضيحية للإدخال، انتر راديوس تدخل نصف القطر، تدخل نصف القطر، تدخل انتر راديوس. جملة الإدخال هي CN، CN المن للمتغير R. الآن أدخلنا قيمة متغير R والباي معروفة، إذن نقدر نحسب المساحة. Area تساوي، تساوي ماذا؟ Power، Power الـ R فارزة 2، يعني R أس 2 تعني دالة الباور، دالة القوة الرفع، الـ R مرفوعة للثنين، تضرب في باي، تضرب في باي. إذا قدرنا نحصل على المساحة الأريا من ناتج رفع قيمة أو مربع نصف القطر في النسبة الثابتة. خزننا النتيجة في متغير اسمه أريا. الآن نطبع النتيجة سي أوت، وأيضا في التعليق أو جملة توضيحية قبلها وبعدها المتغير اللي يحتوي على النتيجة. ننهي الجملة بفارزة مضبوطة وننهي البرنامج بقوس الإغلاق، قوس إغلاق الدالة الرئيسي. هسه في البرنامج أولا الإعلان على المتغيرات والثوابت. عندنا كان متغيرات وعندنا ثوابت. متغيرات R يمثل نصف القطر، أريا يمثل المساحة. من النوع float، لاحظوا float شلون يكتب، هو من نوع العدد العشري أو الحقيقي مفرد الدقة، أي أنه يتحمل عدد من المراتب على يمين البوينت، هاي المراتب العشرية على يمين البوينت لا تزيد عن 6 مراتب. إذا أكثر من 6 مراتب متوقعين النتيجة أكثر من 6 مراتب ما نخليه float، نخليه double. نعلن عن ثابت اسمه باي قيمته 3.14. هاي انتهت مرحلة الإعلان. نجي إلى مرحلة الإدخال سي إن للآر. الوحيد المتغير اللي يجب إدخاله هو الآر على فرض أنه هنا مثل ما تلاحظون أنه هذه هي المعادلة. ندخل قيمة آر نرفعها للثنين، نضربها في قيمة ثابتة اللي هي الباي ونحصل على نتيجة المساحة الأريا. فالمجهول الوحيد على اعتبار المجهول الوحيد هو الآر نصف القطر. ربعنا نصف القطر آر تربيع باستخدام الدالة الرياضية باور. شوف هنا بما أنه استخدمنا دالة رياضية هنا فضروري تضمين البرنامج دالة أو مكتبة الدوال الرياضية اللي هي ماث دوت اتش.
واضح؟ ثم ضربنا النتيجة في باي، حصلنا على الاريا، طبعنا الاريا. خلي ننفذ البرنامج. هنا عند اعتراض، عفوا هنا الاعتراض صحيح، بالعكس نخليهم في جملة سي ان كان معترض عليها مثل ما لاحظتوا. سبب الاعتراض بهذا الشكل، هي المفروض بالعكس نفذها مرة أخرى. عندنا بعد خطأ هنا، معترض على أنه يقول هذه، شوف لاحظوا هاي الأخطاء أيضا تفيد أنه الاعتراض أنه هاي الجملة بدون ما منتهي فارزة منقوطة، اعترض عليها، نخلي الفارزة منقوطة نهاية الجملة. الآن ننفذ بدون أخطاء، عندنا البرنامج. في البداية ظهرت لي فالتعليق أو ملاحظة أو عنوان للإدخال يقول ادخل the radius، انت the radius، ادخل نصف القطر. راح ادخل نصف القطر ليكون 2، واضغط طبعا المدخلات بس قيمة نصف القطر، اضغط على هنا الانتر، راح يطلع لي النتيجة اللي هي 12 مثل ما تلاحظون. زين، انفذ مرة اخرى وأنطي قيمة عددية ليكون 6 فرضا، أنطي إنتر، طلع لي القيمة 108، 6 و6 اللي هي 6 × 6 36، تضربها في 3.14. لاحظوا هنا إذا استبدلنا الفلوت بي دبل، بنوع البيانات دبل، شو راح ينتج هنا؟ وادخلنا 2، نفس القيمه راح يظهر لنا اللي قبل شويه حصلنا عليه، نفس القيمه اللي حصلنا عليه. اذا الدبل والانتجر 2 هم يشتغلون مع الاعداد الحقيقيه، لكن الفرق بيناتهم الفلوت يتحمل على عدد مراتب على يمين البوينت لا تزيد على 6، الدبل تزيد على 6 مراتب. هذا إذن السؤال أو المثال الرابع راح نحفظه. عندنا Q4، هذا صار عندنا 4 أمثلة. إذا عندكم أي سؤال طلاب حول هذه الأمثلة.